بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 188. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن قول عمر: إنا نستشفع إليك بنبينا فتسقينا، ونستشفع إليك بعم نبينا فاسقينا. قال المؤلف هنا رحمه الله: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا شيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوسل بالشخص يحتمل معنيين: معنى جائز ومعنى ممنوع. فإن أريد بالتوسل بالشخص توسل بدعائه وسؤاله لله عز وجل للغير، فهذا شيء مطلوب، وقد كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغير وغير ذلك، وهذا شيء مشروع ومستحب، وهو من بذل الخير وبذل البر والنفع للناس. أو يكون التوسل بمحبة الشخص واتباعه والاقتداء به، وهذا أيضا عمل صالح، فهو مشروع أيضا. فإذا قلت أسألك بنبيك، إن كنت تريد من ذلك أن باتباعك لنبيه ومحبتك له والاقتداء به، فهذا عمل صالح وهو عملك، تتوسل إلى الله به، وهذا أمر مشروع. هذا معنى. المعنى الثاني أن تتوسل بذاته وبشخصه من غير عمل منك ولا من الغير، فهذا ممنوع، وهذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت لهم فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى نعمى، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي لي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك.
من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. نعم، وهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهو أمر مشروع. فهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة لما وقعوا في هذه الشدة، فالله جل وعلا فرج عنهم، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ففرج الله عن يونس عليه السلام بسبب سابقته في الأعمال الصالحة. نعم. قال: فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. نعم. قال: ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني، ففرج عنه. كذلك الفضيل بن عياض رحمه الله من العباد الزهاد، أصابه ما أصابه من المرض الشديد، فتوسل إلى الله بحبه لله، وحب العبد لربه أعظم أنواع العبادة، ففرج الله عنه. نعم. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها، وأمثال ذلك. نعم. وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ومن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة قول هؤلاء: ربنا آمنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنا به، فاغفر لنا ذنوبنا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فاستجاب لهم ربهم. نعم. قال: فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك. نعم. رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه، وسؤال الله بأسمائه وصفاته هذا نوع آخر. النوع الأول انتهى، وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة الصادرة من السائل ومن العبد. الأمر الثاني التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. قال: وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك يكون من باب التسبب، فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمده عليه، وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده في صمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، المستغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه، وهذا سبب لقضاء المطلوبات. وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. نعم، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته عملا بقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وغير ذلك من أسمائه وصفاته. نعم. وأما قوله في حديث أبي سعيد: أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، حق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يروى: أسألك بحق السائلين عليك، وقد تشبث به بعض هؤلاء المبتدعة فظنوه من التوسل إلى الله بالمخلوقين، التوسل بالمخلوقين حق السائلين، وليس كذلك. فالجواب عنه كما سبق من وجهين: الوجه الأول أنه حديث ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف فلا يحتج به.
الوجه الثاني لو ثبت هذا الحديث فإنه ليس توسلا بالمخلوقين، وإنما هو توسل بصفات الله جل وعلا، فإن حق السائلين عليه أن يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والاستجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن صفاته القريب المجيب، فهو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. كالاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك هذه صفة من صفات الله، من سخطك وبعفوك هذا من صفات الله أنه العفو، ومن أسمائه سبحانه، فهو استغاث بأسماء الله وصفاته. نعم. قال: وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك. فلو كانت آيات الله مخلوقة وهي القرآن، لو كانت مخلوق، أو كلام الله عموما القرآن وغيره لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. نعم. قال: ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق. فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقول عامة أهل الحديث والصوفية، وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. نعم. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك، كان هو العالم به، القادر به، المتحرك به. ولم يجز أن يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة، ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين، بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا: فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى، لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: إنني أنا الله. ولكان ما يخلقه الله من انطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له، كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه، لأنه خالق كل شيء. وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية. نعم. هذا نقاش مع الفلاسفة والمبتدعة في صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله غير مخلوقة، كما أن ذاته سبحانه غير مخلوقة، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق جل وعلا، هو الخالق، وما سواه فهو مخلوق. ومن صفاته كلامه، من صفات الله كلامه، فكلامه غير مخلوق، فالاستعاذة بكلامه استعاذة بصفة من صفاته. نعم. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان، فإنه يقال إنه عادل محسن، يعدل بعدل خلقه بغيره وإحسان خلقه بغيره. فأشكل ذلك على من يقول: ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، وليس خلقه إلا مخلوقة. وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به، ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق والمخلوق، فاضطرد دليله واستقام. والمقصود هنا هذا نقاش مع المبتدعة في أنواع من الفلسفة في الأسماء والصفات، وهذا لا يعنينا، نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته، وأن أسماءه وصفاته غير مخلوقة، ولذلك يستعاذ بها ويسأل الله بها، ولا يستعاذ بالمخلوق، ولا يسأل المخلوق إلا ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يطلب منه. فهذا فرق بين أسماء الله وصفاته، وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بعفو الله ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ بمخلوق، كسؤال الله بإجابته وإثابته وإن كان لا يسأل بمخلوق. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ للترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله. نعم. ومن مثل سؤال الله بأسمائه وصفاته الحلف، فإن الحلف بالله أو بصفة من صفاته كالحلف بالقرآن أو بآية من القرآن أو سورة من القرآن هذا أمر جائز، وهو حلف بالله لأنه حلف بصفة من صفاته وهي الكلام. نعم. قال: لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره. نعم. ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين المنفصل، فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. هذا بحث في صفات الله، هل هي غير الله أو هي الله، كلام دار بين العلماء بسبب دخول هؤلاء الجدلية في هذه الأمور، وهذا باب لا يجوز الدخول فيه، ولا يقال إن أسماء الله غير الله أو أنها هي الله، لأن هذا أمر مجمل فيتوقف فيه ولا يبحث فيه. ونعتقد أن صفات الله ليست هي غير الله، وليست هي مباينة لله أو منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات كما قد بسط في غير هذا الموضع. نعم. ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قول صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات، لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه، والله وقدرته، والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو المعبود المرجو والمدعو والمستعاذ به المستغاث به المقسم به، فلا يتصور أن أسماء الله وصفاته غير الله جل وعلا في الخارج. أما في الذهن يتصور أن الذات شيء والأسماء والصفات شيء آخر في التصور والذهن، أما في الخارج فالمسمى الاسم داخل في المسمى والصفة داخلة في الموصوف. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. قال رحمه الله: وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. الباء تأتي على معنيين، معنى تأتي على معنيين، معنى القسم مثل أقسم بالله، وتأتي بمعنى السببية، أسألك بكذا أي بسبب كذا، أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، وليس معناه أقسم عليك بالرحم. فقوله أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، مثل أدخل الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت علي رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطيني. أي بسبب حق جعفر، وليس
المقصود أنه يقسم بحق جعفر، وإنما المقصود أنه يسأله بسببه وبسبب القرابة التي بينهما. أن جعفر أخ لعلي. نعم، فباء السببية غير باء القسم. نعم. أو كما قال، فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخ علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم، فهذا هو معنى يفسر عليه قراءة تساءلون به والأرحام، أي بسبب الأرحام، لا أن المراد الإقسام بالأرحام. نعم. ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر. لو كان المراد أسألك بجعفر أو بحق جعفر الإقسام لكان السؤال بحق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء أولى من السؤال بحق جعفر، فدل على أن المراد القرابة والعمومة. نعم. قال فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق. نعم، لو كان كذلك لقال أسألك بحق النبي ولم يقل بحق جعفر، لأن النبي أعظم عند علي وقدرا من غيره. نعم. قال فإن السائل بالنبي طالب به منتسب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولكان مما يقسم به لكان باطلا. نعم. قال وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم، وفيه مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه، فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال، كسؤال الإنسان بالرحم، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم، وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه. أنت حينما تسأل الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره كما يفعله بعضهم، فإن كان يريد بذلك أن للمخلوق حقا على الله واجب فهذا باطل، فإن الله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا شيء أوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى، وإن كان يريد هذا المعنى فلا بأس، أسألك بحق السائلين أي الذي أوجبته على نفسك، فبقولك وكان حق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا أمر سؤال لله بما أوجبه على نفسه، هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وسؤالك بصلاح الصالحين وعبادة العابدين دون أن يكون لك أنت علاقة بها فهذا من العبث، لأن أعمالهم وصلاحهم لهم وليس لك منه شيء. أما إن كنت تسأل بمحبتهم واتباعهم والاقتداء بهم فهذا عملك أنت، وهذا شيء مشروع وجائز، لأنه سؤال أو دعاء بالعمل الصالح أو استشفاع بالعمل الصالح توسل بالعمل الصالح. نعم. قال فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين، إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم، فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى، لأن جاهه وعمله له وليس للسائل علاقة به، إنما تكون له علاقة لو كان محبا لهم متبعا لهم مقتديا بهم، فهذا عمل من السائل يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى
وهو محبة هؤلاء الصالحين واتباعهم والاقتداء بهم. نعم. قال رحمه الله: وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس، إما عند قبر الميت وإما مع غيبته. وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلى عندها لله ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك، وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. نعم، طلب الدعاء من الغير في حال الحياة أمر لا بأس به، تطلب من الحاضر الحي من أهل الصلاح وأهل الدين أن يدعو الله لك من الأنبياء والرسل والصالحين وغير ذلك إذا كان حيا حاضرا، وأما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لأنه قد انقطع عمله من الدعاء وغيره، فلا يطلب منه الدعاء وهو ميت، ولا يطلب منه قضاء الحاجات وهو ميت، هذا يكون شركا بالله عز وجل. أما الاتباع والاقتداء والمحبة فسؤال الله بمحبة الصالحين واتباع الصالحين والاقتداء بهم فهذا جائز في حال حياتهم وفي حال موتهم، لأنه عمل الداعي، لأنه عمل من الداعي وهو باق بعد موتهم، محبته لهم، اتباعه لهم، الاقتداء بهم، هذا عمل باقي لا بأس أن يتوسل به لأنه لا ينقطع بموت الرسول، فأنت تقتدي به وتتبعه وتطيعه وتحبه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وهذا عملك أنت تثاب عليه، فلك أن تتوسل به. أما دعاء الرسول وغيره بعد الموت فهذا لا يجوز ولا يطلب من الميت. نعم. لكن حتى التوسل شيخ ما ذكرت محبة الصالحين، أسألك بحبي لعبادك الصالحين واتباع نبيه، هل يقال أن السؤال الله بأسمائه وصفاته مباشرة يا رحمن ارحمني أسألك برحمتك استغيث هو أفضل، أو يقال أنه هو أفضل التوسل الله بأسمائه وصفاته أفضل من التوسل أفضل بأعمال أن يجاب الداعي به أفضل من التوسل بأعمال العبد؟ نعم. هل في التوسل بأعمال العبد شيء من المنة؟ أسألك بحب الصالحين أو اتباع نبيك ما فيها شيء من المنة بالعمل؟ لا، ما في شيء من المنة ولا إعجاب ولا إعجاب، وإنما هو من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل حديث أهل الغار الثلاثة اللي أهل. نعم نعم، أحسن الله إليك شيخنا. أيها الأخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.